الإخوان إلى بغيتي تتصلوا بنا اتصلوا بنا عبر هاد الأرقام اللي كاينين على الشاشة، البوسعيدي الحاج أحمد وخليفة الغزالي. يعني من غير هاد الأرقام هادو احنا ما كنتحملوش مسؤولية ديال شي اتصال من شي جهة أخرى. الإخوان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي قناة خليفة الغزالي، بيع وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية. الإخوان قبل ما نبدأ في المحتوى ديال الفيديو، غير للتوضيح فقط، بعجالة في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نشوفوا الناس اللي كيسولوني على المنظومات الرخاص، يعني المنظومات الصغار اللي كتخدم لابومب ديال عود ونص وجوج الخيل وثلاثة الخيل، وبالخصوص تكون متحركة. بالنسبة لهذه الطاقة الشمسية هذه راها متحركة، كتكون من 8 الألواح، ممكن أنك تخدم بها بومب عود ونص وجوج الخيل وثلاثة الخيل، وممكن أنك تنقص حتى البلايك دير 6 البلايك. إذا بغيت تخدم بومب ديال عود ونص أو جوج الخيل دير غير 6 البلايك ديال 550 راه خدامة. هذا الشيء اللي غادي نطرقوا عليه إن شاء الله في هذا الفيديو هذا. تبع معايا الفيديو إذا كنت مهتم بالمجال ديال الطاقة الشمسية والضخ الشمسي، فمرحبا بك في قناة خليفة الغزال. من بين الأسئلة اللي كيطرحوهم عليا الإخوان المركبين الطاقة الشمسية ديال عود ونص وجوج الخيل وثلاثة الخيل، يقول لي لا بومبي ميرجي ديالي كتبدا مع 10 ولا 10 ونص وكتحبس ليا مع 3 ونص. المشكل اللي كاين هو بعض الإخوان في العود فاش يركب مثلا 8 الألواح باش يخدم بومبا ديال جوج الخيل كيركب غير 6 الألواح، يعني الألواح ديال الطاقة الشمسية ما كياخذوش حقهم باش يعطيونا هذاك الفولت والامبيراج اللي غادي يخدم لنا هذيك لا بومب انرجي. كاينين بعض الناس كيبغيو يقتصدوا في التكلفه، بالنسبه لهذه الطريقه هذه ديال المنظومه المتحركه غادي تلعب الدور ديال هذوك جوج الالواح اللي ناقصين، يعني ديما كتبقى مقاده مع الشمس. اما ملي كتكون المنظومه ديال الطاقه الشمسيه فيكس راه فعلا ما كتبداش بكري وكتسكت بكري. الاخوان الله يهديهم كيحاولوا ينقصوا من العدد ديال الالواح باش هذيك التكلفه ديال الطاقه الشمسيه تطلع رخيصه، والزبون كيقول بان راه هذاك الانستالاتور او السيد اللي باع لي الطاقه الشمسيه راه رخص عليا في الثمن. ما رخصش عليك في الثمن، وانما راه نقص لك من العدد ديال البلايك، وحتى الديبي ديال الماء ما غاديش يكون مزيان. الا حاولت دير هذه الطريقه هذه فراه الديبي غادي يكون عندك النهار كله، يعني ديبي واحد كتستافد واحد الساعه ونص في الصباح وواحد الساعه ونص في العشيه بهذه الطريقة هذه ديال تركيب المنظومة ديال الطاقة الشمسية المتحركة. واللي مهم في هذه الطريقة هذه ديال تركيب الألواح ديال الطاقة الشمسية المتحركة هو خصك دير لها الحديد ديال الأش، يعني خصك دير حديد اللي هو صحيح، لأن الأش هو اللي كيشد الزوايا بأربعة ديال هذه المنظومة. البير ديال الصوندة عندنا هو هذا، نقوموا بالتوصيل ديال المضخة وندير واحد التجربة. شحال الساعة دابا؟ 8:07 دقائق، تبارك الله. ملي كتكون الخدمة متقونة ومحطوطة بلي نورم ديالها كتكون النتيجة هي يعني 8 ديال العشية ومازال الطاقة الشمسية خدامة، خدامة 100% النتيجة ديالها راه مزيانة. هنا كيبان لنا الفرق ديال الديبي ديال الماء، غادي نشوفوا الديبي ديال الماء بطريقة ديال التركيب ديال الألواح يعني فيكس، وغادي نشوفوا الفرق ديال الديبي يعني نفس التوقيت. للاشاره فقط، من بين الاسباب اللي كيكون ضعف صبيب المضخه هو الغبار، راه كتلوح ناقصه على المنظومه المتحركه، يعني هذيك كتكون مقاده مع الشمس اون فاس معها، اما بالنسبه اللي كتكون فيكس كيكون يعني الشمس ما مقاداش معها اون فاس، داك الشيء علاش الديبي كيكون ناقص، يعني الفريكونس كيكون ناقص، كيكون في 38 حتى ل 40، قاده مع الشمس راه كيكون الفريكونس واصل حتى ل 50، يعني النهار كامل وانت خدام بالفريكونس ديال الفارياتور بالخمسين. وللمزيد من المعلومات والمزيد من الفيديوهات والشروحات على الطاقة الشمسية راه عندي قناة في اليوتيوب سميتها قناة خليفة الغزالي، تقريبا واحد 500 فيديو أو لا 450 فيديو كتخص الطاقة الشمسية والتركيب والطريقة كيفاش كنتعاملوا مع الناس وكنبيعوا وكنشريوا معاهم، وعندي أيضا صفحة في الفيسبوك اللي سميتها خليفة الغزالي أو لا الغزالي خليفة.
استاذ ها بياستك ها هي راني تنتسنى فواحد الولد يجي باش يديها للكار الا كاين شي كار من سوق السبت الخنيفره راه غادي يرسلها ليك ما كاينش راه غادي ندوزها لست ايام داير لا فوت بحال داك اللي جا وقف وراك زعما راك حتى داير لا فوت شتي داك اللي وقف وراك معليش انت اخويا الحديده هو غليظ انت واه 80 تاوي